لا شك أن أزمة كورونا العالمية غيرت الكثير من خططنا على الصعيدين الشخصي والعالمي، ونحن أيضاً اضطررنا للعمل من المنزل في أغلب الأحيان والمجيء إلى مبنى بي بي سي للتصوير كما أفعل أنا الآن. عمل ضيفي أيضاً سلك مساراً آخر تجاوباً مع أزمة كورونا. مختبرنا يهتم بالسيارات ذاتية القيادة بشكل خاص، والهدف الرئيسي كان التحقق من وجود مشاة ومعرفة المسافة بينهم وبين الكاميرا الموجودة على السيارة وألا تصطدم السيارة مع المشاة. هذه الخطة تغيرت لتصبح تقنية قياس المسافة بين السيارات تقيس المسافة بين البشر، أو ما يعرف بالتباعد الاجتماعي. الخوارزمية طورت أساساً للسيارات ذاتية القيادة وليس لقياس المسافات النسبية بين البشر. كان علينا تطوير خوارزميات تحلل طريقة تفاعل الناس مع بعضهم أثناء الحديث، كيف يقفون وكيف يملؤون مكاناً ما، وهل فقط يمرون من المكان أم يقفون ويتحدثون. تستخدم معظم تقنيات قياس المسافات كاميرات ثابتة وأجهزة لايدر، لكن تقنية مونولوكو ثلاثية الأبعاد يمكن توصيلها بسهولة إلى أي نوع من الكاميرات أو الهواتف الذكية. الخوارزمية تعمل عبر خطوتين. الأولى تلاحظ مختلف مفاصل الجسم والعيون دون تحديد الهوية. النظام يحسب بشكل مستقل المسافة الأفقية بين المفاصل، وبالتالي يحسب المسافة بين مختلف الأشخاص. الخطوة الثانية تعتمد على تحليل مكان هيكل المفاصل واتجاه العينين، حيث يمكننا معرفة اتجاه الجسم بشكل عام. لكن هذه التقنية تقيس أو ترصد أي شيء أمامها. إذن كيف يمكن أن تعرف أن هذا الشيء هو إنسان وأن تقيس المسافة المطلوبة بين البشر؟ This is the perception task of any AI-driven system. هذه هي مهمة الذكاء الاصطناعي الخاص بالآليات ذاتية القيادة للتمييز بين البشر والحيوانات والآليات الأخرى، وهو ما يعرف بالتحري أو اكتشاف الأشياء. النظام يستخرج هيكل جسم الإنسان من المشهد العام أمام الكاميرا كما شرح زميلي لورينزو سابقاً. ربما تعتبر مسألة الخصوصية وعدم إظهار هوية الأشخاص من أبرز التحديات التي يعمل عليها الفريق السويسري. إذن كيف تأخذ هذه التقنية ذلك بعين الاعتبار؟ Our answer to it is to not use image or save image. جوابنا هو عدم حفظ الصور، بل تحويل الكاميرا إلى جهاز يستشعر تلك الخطوط التي تراها والتي تعكس هيكل الجسم، وبالاعتماد على ذلك نعرف بعد الشخص عن الكاميرا وإذا ما كان يتبع قواعد التباعد الاجتماعي، وباختلاف أنظمة أخرى تطلب تنزيل تطبيقات على الهاتف تساعد في تحديد المسافة بين الأشخاص، ما قد يشكل خطراً على الخصوصية. نحن لا نفعل ذلك على الإطلاق. In Switzerland, we have this request from transportation. في سويسرا حصلنا على طلب من هيئة المواصلات لمراقبة التباعد الاجتماعي في المواصلات العامة، وقد تكون على شكل شاشات تعطي تنبيهات للركاب في حال كسر قيود التباعد عبر ألوان معينة مثلاً، أو أي طريقة إشعار أخرى للتواصل مع الركاب اعتماداً على المعلومات. نأمل جميعاً بأن تنتهي هذه الأزمة العالمية قريباً. هل فكرتم كيف ستتطور هذه التقنية، أو ربما كيف ستستخدم بعد انحسار قيود التباعد الاجتماعي؟ نطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تختص بنظم المواصلات. هذا يتطلب ما نود تسميته بتقنيات الذكاء الاجتماعي التي تتمتع بالوعي الاجتماعي، بمعنى آخر الذكاء الاصطناعي المدمج بالذكاء الاجتماعي. وهذا هو الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل بكفاءة كبرى مع البشر في المستقبل ويحلل كيفية تفاعل البشر مع بعضهم البعض. شكراً لوجودكما معنا. إذا تم فهم التفاعل الاجتماعي بين البشر، ستصبح مسألة التنبؤ بتصرفاتهم أكثر سهولة ووضوحاً باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي
وأكثر أهمية من مجرد قياس المسافة بينهم. كثيراً ما تأخذ بعض المهام المتكررة الكثير من وقتنا، بينما يمكن أن نجعلها تحدث تلقائياً بفضل تطبيقات مثل أوتوميت. بالإمكان مثلاً إرسال رسالة نصية حين تصل إلى موقع جغرافي معين، أو تغيير مستوى الصوت أو ضوء الشاشة حسب التطبيق المستخدم. الإمكانيات لا متناهية. تطبيق أوتوميت يسمح للجميع باستخدامه بتعلم مبادئ بسيطة عبر صفحة التطبيق وبفضل التبادل المتاح بين المستخدمين. التطبيق مجاني مع إمكانية شراء خصائص إضافية داخل التطبيق، وقد تم تنزيله على أندرويد إلى حد الآن أكثر من 1,000,000 مرة، وحاز على 4.3 من مجموع 5 نجوم. The question of sleep hygiene and understanding from an early age the importance of sleep is crucial. And currently we are not doing our job in society. I would say there are the 4 main pillars of health, that is sleep, nutrition, exercise, and mental well-being. Currently in our school system, we talk about nutrition, we talk about exercise. Typically people have started talking about the mental well-being, but usually not sleep at all. مرحبا. إذا كنت تغالب النعاس بشكل متكرر خلال اجتماعات العمل خلال النهار، فإن ذلك قد يكون مؤشرا على عدم تمتعك بقدر كاف من النوم خلال الليل. يقول العلماء أن أكثر من 1,000,000,000 إنسان حول العالم يعانون من انقطاعات في التنفس أو حتى توقف مؤقت للتنفس خلال النوم. سنتعرف اليوم على دراسة أوروبية واسعة لفهم هذه المشكلة. عادة ما يتراوح النوم الكافي ما بين 7 و9 ساعات، وذلك ما يحتاجه أغلب الناس. هذا يتوقف على الشخص. النوم المناسب يعني أيضاً أنك تنام بشكل سهل وأنك لا تتقلب كثيراً طوال الليل قبل الخلود للنوم، وأنك تصحو في اليوم التالي وأنت تشعر بالنشاط والطاقة وأن تكون جاهزاً لبدء يوم جديد. هذا يجنب الشخص أن يشعر بالنعاس والإنهاك خلال اليوم. هذه مشكلات عالمية تتعلق بالنوم، وهي تنشأ من مصادر مختلفة. أحد الأسباب هو أن الناس تقرر عدم التمتع بنوم كاف. هذا نتيجة لضغوط الحياة وأن هناك الكثير من الأمور التي نريد القيام بها، وبالتالي لا نعطي أنفسنا الوقت للنوم بقدر كاف. البعض يعانون من مشكلة الأرق، فهم لا ينامون بسبب نمط الحياة الخاص بهم كالضغط أو تناول الكثير من الكافيين، أو نتيجة للتعرض للإضاءة الزرقاء التي تصدرها الكثير من الشاشات. إن المشكلة التي نركز عليها هي مشكلة اضطرابات التنفس خلال النوم. هذا الأمر مرتبط بالشخير، أو عندما يتوقف الشخص النائم عن التنفس لفترة خلال النوم، وهي مشكلة شائعة، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن حوالي 1,000,000,000 شخص بالغ يعانون من مشاكل الشخير أو توقف التنفس خلال النوم. قد لا يكون الكثير من هؤلاء الأشخاص يعلمون بمعاناتهم من هذا الأمر، وهذه هي المشكلة. فأنت قد لا تعلم بأنك تشخر خلال النوم
أو أن تنفسك يتوقف خلال النوم. يجب أن يطلع شخص آخر على هذه المشكلة ويخبرك بها. عندما نتحدث عن التنفس أو توقف التنفس خلال النوم هو أحد أسباب تعثر استمرار النوم، هل يمكن اعتبار التنفس مشكلة طبية تحتاج لتدخل طبي؟ نعم، إن مشكلة توقف التنفس لها أسباب عضوية، وهي بشكل أساسي تتصل بضيق القصبة الهوائية العليا. عندما تكون مسترخٍ خلال النوم فإن العضلات تتراخى، ما يؤدي إلى ضيق في القصبة الهوائية، وهذا يحدث بسبب عدم وجود مساحة كافية. قد يحدث هذا نتيجة لأسباب وراثية تؤدي إلى ضيق أو انسداد في الأنف أو غيرها، ولذلك فإنه خلال استلقاء الشخص خصوصاً على الظهر فإن ذلك يؤدي إلى عدم وجود مساحة كافية لمرور الهواء. يعاني حوالي مليار إنسان من اضطرابات، ولكن قد يحتاج بعضهم لعلاج في موضوع التنفس خلال النوم، ومعرفة من يحتاج لعلاج قد يتطلب معلومات أكثر. نريد أيضاً أن نجلب أساليب تشخيص متقدمة للنوم من المستشفيات إلى البيوت. في الوقت الحالي يجب عليك أن تذهب للمستشفى وأن تضع كافة تلك الأجهزة الإلكترونية على رأسك، وأن تضع أجهزة قياس على أنفك لقياس التنفس، وكذلك الإشارات الدماغية لقياس النوم. تستغرق هذه الزيارة للمستشفى حوالي ساعة، وقد يحتاج الشخص للنوم ليلة في المستشفى أو في مركز لأبحاث النوم، أو أنه يذهب إلى المنزل مع العديد من الأجهزة. يتطلب الأمر أن يعمل شخص مؤهل طبياً لساعتين أو ثلاث ساعات للنظر في البيانات التي يتم تجميعها للتعرف على النتائج. هذا أمر يستغرق الكثير من الوقت ومكلف للقطاع الطبي، ما يعني أن هذه الطريقة لقياس معدلات النوم غير متوفرة للجميع. نحن نعمل مع شركة لتطوير نظام يمكن أن يستخدمه الشخص نفسه في البيت، والنوم مع الجهاز لمدة 3 ليال بدلاً من ليلة واحدة، وهي ليست كافية، حيث أن استخدام هذه الأجهزة لليلة واحدة قد يجعل نوم الشخص أسوأ، فيما يمكن استخدام الأجهزة ل3 ليال والتعود على هذه الأجهزة، وبهذا يمكننا المقارنة بين الليالي الثلاث، وهو أمر مهم. أيوة.
من بين أكثر الأمور إزعاجاً في عصرنا هذا أن تنفد بطارية هاتفك في وقت أو مكان ليست فيه إمكانية لشحنها مجدداً. قد نحلم ببطاريات لا تنفد أبداً، وقد نعتقد أن ذلك حلم مستحيل، لكن يبدو أنه بصدد أن يتحقق. إنها بطاريات الماس التي تستخدم نفايات نووية لإنتاج الكهرباء. إنه جهاز مصنوع من ألماس وينتج الكهرباء حين ندمج نظائر مشعة داخل تركيبة ألماس، وتلك النظائر هي إما الكربون 14 أو التريتيوم. تلك النظائر تصدر أثناء تحللها إشعاعات بيتا، وتركيبة ألماس تحول تلك الإشعاعات إلى تيار كهربائي منخفض. مؤخراً أعلنت شركة أنشئت حديثاً في الولايات المتحدة أنها بصدد إنتاج بطاريات ماسية يمكنها تشغيل عدد لا يحصى من الأجهزة والآلات وحتى السيارات. وتؤكد شركة NDB أن تسويق أول منتوج لها ليس بعيداً جداً. كجزء من النظام بعد سنتين، وسنعلن عن موعد فعاليتنا الأولى خلال الأشهر المقبلة للكشف عن منتوجنا الأول، وهو سر تجاري لن نبوح به هنا، وإنما خلال الفعالية. تقنية البطاريات الماسية ظهرت لأول مرة على الإطلاق من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة قبل قرابة 5 سنوات، وتؤكد الجامعة أنها إلى حد الآن الطرف الوحيد في العالم الذي يمتلك براءة اختراع هذه التقنية. البراءة التي بحوزتنا لاختراع بطارية ألماس جد شاملة، بحيث يصعب على أي طرف أن يحوز على نفس التقنية دون أن ينتهك البراءة التي بحوزتنا أو البراءات الأخرى. بالطبع ستكون هناك بلدان وأطراف أخرى تحاول تطوير نفس التكنولوجيا. لن يكون ذلك سهلاً، لكننا الوحيدون الذين تمكنوا بالفعل من إنتاج هذه البطارية وبرهننا على أنها تعمل. وعلى عكس ما تؤكده شركة NDB، يقول الباحثون في جامعة بريستول إن بطاريات الماس لن تكون قادرة على تشغيل سيارة أو حتى جهاز هاتف في الوقت الراهن. من المهم جدا أن يفهم الناس هذا، بطاريات ألماس لن تكون قادرة على تشغيل سيارات أو طائرات، أو لأنها صغيرة جدا، لكنها مصممة لتشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة تحتاج لقليل من الكهرباء. لكن بشكل مستمر مثل جهاز استشعار الضغط في عجلات السيارة أو منظم ضربات القلب أو أجهزة كثيرة أخرى، وسيكون بالإمكان تجهيزها ببطاريات من هذا النوع بحيث لا تحتاج أبداً إلى شحنها أو تغييرها خلال حياة الإنسان، وهذا ما يجعل هذه التقنية ثمينة جداً. لكن للأسف لن نستطيع أبداً تشغيل سيارة أو طائرة. إن وصلنا تطوير مخرجات هذه التقنية من الطاقة ربما خلال السنوات العشر المقبلة، وإذا واصلت تقنية الهواتف النقالة في التقليل من حاجتها إلى الطاقة، من الوارد أن نحصل على هاتف نقال ببطارية لا تنفد أبداً ولا تحتاج إلى شحنها خلال الليل، وكم سيكون ذلك رائعاً. لكن شركة NDB تقول إنها بصدد تطوير تكنولوجيا البطارية الماسية لجعلها قادرة على إنتاج طاقة أكبر من تلك التي تنتجها حالياً.
ما حققه الإنسان إلى حد الآن هو التركيز على التطبيقات ذات الطاقة المنخفضة باستخدام التريتيوم والنيكل 64 والكربون 14، لكننا مهتمون أساساً بإنتاج طاقة مرتفعة، فتقنيتنا الفريدة تسمح لنا بتشغيل أجهزة متوسطة الحجم مثل الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة، وفي مرحلة لاحقة سنصل إلى تلك التي تحتاج إلى طاقة أعلى مثل السيارات الكهربائية، ونحن نعمل أيضا على حل إقليمي للطاقة العالية سميناه فولتا ميجا، ينظر في استخدام النفايات النووية وتكنولوجيات متطورة أخرى لاستخراج الطاقة بكميات آمنة وقابلة للنقل، ويمكن تركيبها على شكل مبنى كبير. قد تكون هناك سبل متعددة لتطوير هذه التكنولوجيا التي يبدو أنها قد توفر لنا بطاريات المستقبل، لكن احتوائها على نفايات نووية يثير مخاوف حول سلامة استخدام مثل تلك البطاريات. نتحدث هنا عن نفايات نووية تصدر إشعاعات بيتا، وهذه الإشعاعات لا تنتقل بسرعة كبيرة داخل الماس لأن درجة كثافة الماس عالية جداً. ليست هناك إشعاعات خارج الماسة إن تم صنعها بشكل جيد، وهذا ما يجعلها آمنة جداً. يمكنك أن تحملها في جيبك أو أن تكون مدمجة في ساعتك أو حتى في منظم ضربات القلب داخل الجسم. الحالة الوحيدة التي قد يتولد عنها خروج الإشعاعات خارج الماسة هي إن تم تسخينها إلى درجة حرارة عالية، مثل في أن توضع في النار بحيث تحترق الماسة فعلياً وتصدر الإشعاعات النووية، لكن هذا أمر صعب وقوعه. وفي الحقيقة إذا تم رمي بطارية الماس في الطبيعة فلن يحدث أي شيء جراء ذلك، لأن الماس موجود بشكل طبيعي في الأرض. لكن هل تعرف أي شخص قد يحاول التخلص من ماسة؟ إنها ثمينة جداً. لذلك نعتقد أن مثل هذه البطاريات ستكون من الأشياء التي تنتقل داخل العائلة من جيل إلى آخر، مثل ساعة قديمة مثلاً، لأن هذه الأشياء لا تفقد قيمتها. وبالنسبة للبطارية التي تستخدم التريتيوم، يمكن في الواقع أن تشحن مجدداً، وهو شحن نووي يجعلها تستعيد كامل طاقتها وتستمر لخمسين عاماً أخرى أو ما إلى ذلك. السباق نحو إنتاج بطارية المستقبل يبدو أنه قد انطلق، وجامعة بريستول التي كانت أول من توصل إلى هذه التقنية تعتزم الآن تسريع خطواتها نحو التجسيد والتسويق. نحن نعيش فترة مثيرة جدا بالنسبة لشركتنا أركن لايت التي انبثقت عن جامعة بريستول. نحن بصدد البحث عن التمويل لإنتاج سلسلة من النماذج بحيث نظهرها للناس ونكتشف الاستعمالات الممكنة لها، لأن هناك الكثير من احتمالات استخدامها. الأكيد يبقى أن بطارية هاتفي ستظل بحاجة إلى الشحن المتكرر لسنوات قادمة. في انتظار أن يتحقق الحلم، علي أن أجد الآن مكاناً أشحن فيه هذه البطارية.